هالقطر رايحين ان شاء الله الحين نحمل كل اللي تبرعتوا فيه من زكاتكم ومن مالكم ومن كل ما تبرعتوه، راح ان شاء الله احنا شباب القطر وشابات هالقطر راح ننقلها الان ان شاء الله. تستغرق الرحلة ما يقارب من 4 إلى 5 ساعات ان شاء الله لما نوصل على الحدود ان شاء الله. هذه الدعوات ان شاء الله، لان هناك الجماعة ينتظرون شوفت هالقطر، ينتظرون ريحة هالقطر، لان ريحة قطر طيبة ولله الحمد. الله يكتب لكم ولنا الأجر ان شاء الله. حرمنا من العمرة، حرمنا من الحج، لكن هذه تعادل الحجة والعمرة ان شاء الله، والله يكتب لنا ولكم ان شاء الله الأجر.